للوقوف على آخر مستجدات المشهد العراقي، انضم إلينا عبر الأقمار الصناعية الزميل موفق مجيد، مراسل مركز أخبار قنوات أبوظبي في بغداد. مساء الخير يا موفق، وبداية يعني ما هي آخر تطورات المشهد والتجاذبات السياسية بين الأطراف العراقية قبيل حكم المحكمة الاتحادية العليا المنتظر بشأن حل البرلمان؟ مساء الخير محمد. بالفعل نحن الآن عند المحكمة الاتحادية، الآن بدأت جلستها بالنظر إلى الدعاوى التي تم رفعها لحل مجلس النواب بسبب الخروقات الدستورية. المراقبون يرون أن المحكمة الاتحادية أمامها خيارات، الخيار الأول يتعلق بحل مجلس النواب ومن ثم تكليف رئيس الجمهورية إعطائه بعض الصلاحيات من أجل أن يعلن حل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية عاجلة ومن ثم الوصول إلى حل الأزمة السياسية التي يعيشها العراق، خصوصا مع الوضع الأمني الهش وتطورات سياسية متلاحقة، خصوصا إذا ما علمنا بأنه التيار الصدري ينظر بخروج بتظاهرات، التشرينيون الغاضبون الذين يتكونون معظمهم من المواطنين يلوحون بتظاهرات أيضا غاضبة، الإطار التنسيقي وما يمتلك من سلاح إلى آخره، قد تحدث أيضا مواجهات لا يمكن أن يحمد عقباها. الخيار الثاني أمام المحكمة الاتحادية أن تعلن بأنه مجلس النواب قد أضر بالعملية السياسية وتترك الحل لا مجلس النواب، تقول بأن المجلس النواب عليه أن يجتمع ومن ثم يقرر أن يحل نفسه في غضون وقت معين تحدده المحكمة الاتحادية، من أجل أيضا فسح المجال أمام الفرقاء السياسيين من أجل وضع بعض النقاط فيما يخص قانون المفوضية وتفسير المواد الدستورية الخاصة بالكتلة الأكبر. أما القضية الثالثة، في حال ردت المحكمة الاتحادية هذه الدعاوى فنحن ذاهبون أيضا في ظل انسداد ومشاكل متلاحقة إلى وقوع صدامات قد تحدث في الأيام غريب العجل. نعم موفق، يعني كما ورد أيضا في تقريرنا قبل هذا اللقاء، يطالب بعض المراقبين المحكمة بضرورة مراعاة المناخ السياسي وحالة التوتر التي مر بها العراق في قرارها المنتظر. هل يمكن أن تدخل مثل هذه العوامل في قرار المحكمة المنتظر؟ القانون يطالبون المحكمة الاتحادية بأن تراعي، يعني أن تتعامل بروح القانون لا بالقانون نفسه. نعم المواد الدستورية أو نظام المحكمة الاتحادية لا يعطيها المجال بأنه تلغي أو تعلن بأنه حل مجلس النواب، ولكن يطالبونها بأنه تتعامل بروح القانون من أجل حل المشكلة، خصوصا وأنه هناك بعض الاتهامات التي أثيرت حول المحكمة الاتحادية بإصدارها بعض القرارات المتعلقة بدعم بعض الكتل السياسية ومن ضمنها الثلث المعطل الذي منع تشكيل الحكومة. لذلك يطالب القانونيون من أجل سلامة العراق، من أجل عدم الوصول إلى الاحتراب وسقوط مزيد من الدماء العراقية، أن تتعامل بروح القانون وأن تقوم بحل مجلس النواب وتكليف رئيس الجمهورية مع إعطائه صلاحيات من أجل البدء بانتخابات نيابية عاجلة. هناك مشكلة أيضا تتعلق، الآن العراق يمتلك أموال كثيرة في خزينته لم يتم صرفها. المشكلة الآن تقول بعض الأطراف وتسريبات وصلتنا بأنه المشكلة حول هذه الأموال، بعض الجهات السياسية تحاول الاستفادة من هذه الأموال ومن ثم لا يمكنها أن تقبل بأي إجراء من غير أن تقوم بتشكيل حكومة ومن ثم الاستفادة من هذه الأموال، وبعد ذلك تفكر بإجراءات حل مجلس النواب أو تفكر أصلا بالشارع العراقي إذا كان الشارع العراقي في نيتها أن تفكر به بإذن الله تعالى. إذن زميل موفق مجيد مراسل مركز أخبار قنوات أبوظبي من بغداد، شكرا جزيلا لك.